أهلا. حملة واسعة ضد اليمين المتطرف بفرنسا عم بيقود مشاهير من لاعبين وفنانين ومؤثرين وسياسيين. بهذا الفيديو راح نحكي عن الدعوة اللي وجهها أكثر من 500 فنان فرنسي عم بيطالبوا بالتصويت ضد اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية. بمناسبة عيد الموسيقى وقع حوالي 500 فنان على نداء يدعو إلى التصويت ضد اليمين المتطرف بالانتخابات المبكرة اللي راح تكون دورتها الأولى يوم 30 الشهر الحالي، يعني الأحد القادم. نداء عم يخبر أنه عالم الفنون والثقافة على اتصال مباشر مع المجتمع وتطوراته، وهو موجود من خلال لقاء الآخرين واكتشاف اختلافاتهم والتعبير عن الحميمية واحترام الهويات والتنوع، ويشارك في البناء الجماعي المستقبل مستدام وصالح للعيش ومرغوب فيه وأكثر عدلا. الشيء الغريب أنه مع كل هالدعوات لسه اليمين المتطرف عم يتصدر نتائج استطلاعات الرأي. فهل برأيكم راح يتغير شيء خلال الأيام القادمة؟ اكتبونا بالتعليقات. إلى اللقاء.